طلابنا طالباتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا لهذا اليوم هي حلقة جديدة من ماذا تقرأ في الأربعين يوم. حلقتنا اليوم هي مخصصة لحل أسئلة الوحدة الأولى بالأكتيفيتي بوك، فخليكم وياي لننتقل للصبورة الذكية. إذن طلاب رحنا وياكم إلى تمارين الوحدة الأولى على الصبورة الذكية، ودنشوف أنه هذا أول تمرين موجود بصفحة 5. أكرر، هذا موجود page 5 بالأكتيفيتي بوك. على شنو دا يتكلم؟ أريدكم تحطون يعني ماركر، هنا عندنا past simple, past continuous and past simple. ماضي مستمر، وهنا عندنا ماضي بسيط. طلاب الطالب اللي ما يعني ما مشيك المحاضرات مالتي لازم يرجع لها ويشوف شلون شرحته، لانه هنا انا فقط راح اتطرق انه شلون احل. فنبدي نشوف الجمل المحلولة، قاعدة تقول الجمل المحلولة لنغلس عليها. Put one verb in the past continuous and one in past simple. ضع أحد الأفعال بالماضي المستمر وأحد الأفعال بالماضي البسيط، ونشوف الجملة الأولى. يعني هيك حل سريع، شوفوا هنا عندنا أنت بيها دي يجي وراها لازم ماضي بسيط، قلت لك دي يجي وراها إيدي أو شاب، فهنا الماضي مال رينج ران. أما think لازم تصير ماضي مستمر فصارت I was thinking. شوف النقطة الثانية، بما أنه بيها I while يعني ماضي مستمر، Ali was having shower somebody، الماضي مال knock knocked، بينما علي دي أخذ حمام شخص ما طرق على الماء الباب الأمامي، فهنا ذكر while بيها I ف was having، هنا ماضي بسيط. ونروح نشوف النقطة الثالثة، هنا عندنا and، قلت لكم ورا الاند المفروض ايدي او شاذ، الماضي مال find found، هنا لازم شو يصير I ماضي مستمر was cleaning، تمام I was cleaning my room and I found 30 pound under my bed، بينما دا نظف غرفتي لقيت 30 pound تحت السرير. ونروح نشوف الجملة الرابعة، شريفة luckily شريفة not drive very fast، وهنا عندنا وين ورا الوين بيها اي، فهنا لازم ماضي بسيط، فهنا بالاي، هنا لازم ماضي مستمر بالشنو بالنفي، فتصير بما انه شريفه تاخذ مفرد wasn't driving. طلاب لا تنسون درايفنج كل فعل ينتهي باي، من اضيف لاي ان جي لازم احذف الاي، فصارت luckily شريفه wasn't driving very fast when the child ran into the road. لحسن الحظ شريفة ما كانت السوق سريع عندما الطفل قمز على الطريق أو ركض على الطريق. Number 5. A thief take our clothes while، ضع هنا عندنا while، قلت لكم إذا بيها I يجي وراها ING، فالوي تأخذ where. السويمينج لازم نضاعف الام ونضيف ING، ليش؟ انتهى بصحيح قبل علة واحد نضاعف الحرف الأخير. قبل الwhile ماضي بسيط، الماضي البسيط مال take هو talk، فصارت a thief took our clothes يعني اللص اخذ ملابسنا بينما كنا احنا دا نسبح يعني سرقها. ونروح نشوف النقطة السادسة، نمبر 6، هنا عندنا طلاب as while يجي وراها ماضي مستمر، ف we were making، ومثل ما قلت لكم اذا انتهى بإي من اضيف لاي ان جي نحذف الاي، قبلها ماضي بسيط، الماضي مال tell هو told، صارت معنى الجملة she told us to be quiet، طلبت من عندنا أن نكون شنو، طلبت من عندنا أن نكون شنو هادئين، بينما كنا نسوي ضوضاء قوية. Number 7، بما أنه هنا عندنا while، قلت لكم while wire مال مولدة تذكرون طويل يعني مسافة طويلة، I wasn't يعني ing، I wasn't looking، والفعل look على الأغلب مستمر، تمام الماضي مال هايد هيد، وهذا ركزوا لي عليه، يعني هنا ما ضفنا دي غلط، بس حذف الاي، حذفنا الاي، فصارت ماي سيستر هيد بيرس ماي بيرس اندر ذا بيد، يعني اختي خبأت المحفظه تحت السرير بينما كنت اني مدى اباوع. ونروح نشوف النقطه الثامنه، النقطه الثامنه وين الاداه، قلت لكم اذا تتذكرون ملاحظه هنا عندنا and وهنا عندنا as، يا هي الاداه طبعا الاداه as، ليش؟ لانه قلت لك الاند هنا جاي حرف عطف بين فعلين، فمو هذا الاداه.
فهنا ورا الاز قلت لكم ماضي مستمر فصير she was carrying وهنا slip ماضيها slipped وbreak ماضيها broke. بعض الطلاب يخربط بين السليب ويخربط بين السليب. سليب يعني هنا ينام سليب سليب يتعثر يتزحلق تمام. ماضيها slept ضاعفنا ال p وضفنا ed. تصريفها نفسه ضاعفنا ال p وضفنا ed. اما sleep slept ماضيها وتصريفها الثالث. زين معنى الجملة بينما كانت تحمل هنا ما جاية تسوق المسواق يعني الأشياء. بينما كانت تحمل المسواق من السيارة من هي my grandmother تزحلقت تعثرت and break her ankle وانكسر كاحلها. هذا أول تمرين على الآز والوايل. نروح نشوف تمرين آخر وهذا موجود page 8 صفحة 8 بالactivity. ده يشوفنا الفرق بين صفات الـ ING وصفات الـ ED. يعني إذا تشوفون طلابي هاي باعتبار هنا أكو أقواس عمود الطالب يعرف على شنو ده نحكي. ماشي الطالب يعرف على شنو ده نحكي. شوف الجملة الأولى أول ما نباوع بدون ما نعتمد على المعنى الحل كلش سهل. هنا أكو اسم لا ماكو اسم فنرجع بالبداية بما أنه عاقل فإيدي. زين نجيها على المعنى. إحنا قلنا الإيدي تصف شعور الشخص والآي إن جي تصف الشخص أو الشيء المسبب. هي غير مهتمة بالموضة تفضل الكتب والموسيقى. إذن هنا شعورها فاختارينا الإيدي تمام. وتذكر الإيدي عاقل شخص عنده إيد إيدي يعني عاقل. زين هنا بما أنه أكو اسم بس خل أن أرتبها. إذن هنا interested هنا بما أنه أكو اسم مباشرة وراها قلت لكم إذا أكو أول من باوع أكو اسم لو ماكو هنا ما كان أكو ما طول أكو اسم بدون ما تعتمد على المعنى ING. I saw a very exciting film. شفت فيلم مثير بالتلفزيون last night on TV last night. نروح نشوف النقطة الثالثة. هنا أكو اسم معلين هنا ما طول انتهت بنقطة يعني ماكو اسم. نرجع بالبداية بما أنه هذا غير عاقل فING. This book is very boring. الكتاب ممل. مو الكتاب ده يشعر هو ممل. I fall asleep whenever I try to read it. عندما أشعر أنه يعني هنا من أقرأ أشعر بنعاس. ونشوف number four. هنا اسم مباشرة لا مو اسم. نرجع بالبداية بما أنه على شنو ده يحكي. ده يحكي وي عاقل فالجواب إيدي. We were very frightened. كنا خائفين. ليش عندما سيارتنا يعني انحدرت أو تعطلت في الصحراء فبما أنه ماكو اسم هنا we frightened كنا خائفين. والجملة الأخيرة he is a very interested or interesting. بما أنه هنا أكو اسم طلاب وياي بما أنه أكو اسم فالجواب هي عاقل العفو بما أنه أكو اسم فING ما عليها هنا وياي طلاب لأن إحنا قلنا أهم شيء أكو اسم لا ماكو. بما أنه أكو اسم بدون ما تعتمد على المعنى ING. هاي طلاب يخربطون بيها شوية رجاء ركز لأنه واحد قال أستاذ عاقل فإيدي لا إذا أكو اسم رأسا اختار لي ING. He is very interesting person. هو شخص مسبب للمتعة يعني هو شخص ممتع مو هو يشعر. هو شخص ممتع يقول الكثير من القصص يعني العظيمة. طلاب بس أريدك تنتبه لي النقطة الرابعة وهاي جتي بالوزارة بعض الطلاب يخربطون بيها. ليش إذا أدخل أصعدها شوية إذا تنتبهون طلاب النقطة الرابعة We were very frightened. واحد إيش قال قال أستاذ هاي وين إجا وراها شنو بروك ماضي فهنا المفروض ING المفروض ماضي مستمر وهذا الحكي أقول لك خطأ. شلون أميز من تجينا هيج فقرة انه دا اشرح على موضوع الاز والواير والاند والوين لو دا اشرح على صفات الاي ان جي والاي دي. هذا اللي هسه راح افهم لك يا طلاب. طلاب باوع لي من تجيك هيج فقره وانت تدوخ هل انه دا اشرح موضوع از واير لو صفات الاي ان جي والاي دي. لو الموضوع الاول القواعدي هو الاز والواير والاند والوين المفروض الوير ينطيك اياها ويا الاختيارات ما ينطيك اياها خارج قوس. يعني لو الموضوع الاولي مال as while and when كان صارت frightened were frightening حتى ما تخبط تمام. لكن
ما طول انطاك اياها بعيدا عنها يعني مو اياها فهو موضوع الصفات، فتقول هذا مو اسم، هنا عندنا وي فالجواب frightened، وهذا انتهى موضوع الصفات الاي ان جي والاي دي. نروح على شنو the phrasal verb. هاي صفحة قد طلاب عم تعرفون، هاي موجودة صفحة 11 page 11 تمام، وراح نشوف وياي طلاب الجمل المحلولة لنغلس عليها. هنا عندنا قلنا فقرتين، يا إما المفعول به يكون اسم، يكون اسم شنو هاي ليش هيجي تمام، يا إما المفعول به يكون اسم أو المفعول به يكون ضمير. طبعا الضمائر الأكثر شيء مستخدمها بالتمرين يا إما الإت أو الذيم، هاي أكثر شيء اثنين مستخدمين. خلينا نشوف الجملة الأولى، Can you turn on the television؟ المفعول به هذا اسم لو ضمير. أول مرة خلينا نحدد المفعول، اسم لو ضمير، هنا اسم فلازم أحل مرتين، هاي حال مرة وهاي حال مرة. شلون أستاذ؟ فاعل، فعل، مفعول به حرف جر، ومرة فاعل، فعل، حرف جر، وراها مفعول به، تمام؟ هي يعني preposition، قلت لكم اختصار مالتها. فمرة باعوا صارت Can you turn on the television؟ يعني فعل حرف جر مفعول به، هاي مرة. ومرة ثانية صارت Can you turn فعل شنو؟ مفعول به حرف جر. فمفعول به حرف جر، حرف جر مفعول به. نروح على الجملة الثانية. نروح على الجملة الثانية. ورجاء إذا طالب ما مفتهم الشرح، لأنه أنا بعد ما شرحت يلا داحل. I have already، وين المفعول به؟ هذا المفعول به ضمير، هذا فعل وهذا حرف جر. وقلت لك حرف الجر يعني دائما ينطيك اياه ويا ال شنو؟ ينطيك اياه ويا الفعل. فمن صار الحل بس هذا جبناه هنا. ليش؟ لأنه فاعل، فعل شنو؟ مفعول به حرف جر. هاي بشنو؟ هاي إذا كان ضمير نحل مرة واحدة، مرة واحدة الحل فقط، لأنه إذا حليت اثنين غلط. فقلنا I have already turned it on فعل شنو مفعول به حرف جر. خلينا نشوف الجملة الثالثة. Smoking is terrible. التدخين هو في شيء مريع أو فظيع. You should. هذا كله ينزل نفسه، بس أنت مو تكتب يساوي، لازم تنزل الجملة. You should. You should. وراها لازم شنو مفعول به اللي هو ضمير it وراها حرف الجر. Up. It يعني it up. نروح على الجملة الرابعة. When did you take up stamp collecting؟ فبما أنه اسم المفعول به لازم نحل مرتين، فمرة نفسها When did you take up stamp collecting؟ يعني سوينا فعل حرف جر مفعول به. مرة ثانية شو تصير؟ When هكتبها لي جوا. مرة ثانية When did you take شنو stamp collecting up؟ يعني مرة قلنا ثانية فعل مفعول به يلا حرف الجر، تمام؟ فلازم نحل طريقتين، هاي الأولى نزلناها نفسها وهاي الثانية. نروح نشوف النقطة الخامسة. I can't، طبعا هنا stamp collecting يعني جمع الطوابع. I can't remember when I took up it. إذن هنا المفعول به شنو ضمير، فنحل مرة واحدة. I can't remember when I شو تصير talk it up. ليش؟ لأنه فعل مفعول به يلا حرف الجر. وين روح طلاب مستمرين نحل النقطة السادسة؟ خو ما ضشتوا. Number one، بما أنه هنا ضمير مفعول به ضمير فنحل بطريقة واحدة. I like these shoes. فشو تصير Can I try them on؟ يعني فعل مفعول حرف الجر، فنحلها بطريقة واحدة. ماشي. نروح على النقطة السابعة. وين المفعول به؟ هذا، هذا اسم لازم أحل بطريقتين. فالطريقة الأولى نفسها Can you turn down the music؟ ليش؟ turn فعل، down حرف جر، the music مفعول به، وهاي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية شو تصير؟ Can you turn the music down؟ يعني سوينا فعل turn
مفعول به حرف الجر، باعوا هنا فعل حرف جر مفعول به، هنا فعل مفعول به حرف جر. والجملة الأخيرة هنا هذا فعل، هذا حرف جر، هذا المفعول به، تمام؟ مو واحد يروح لي على هاي، هاي ما لها دخل، لأنه هنا إن أمنت هذا ظرف. زين، فيتنحل مرة واحدة تصير I turn، I will turn شنو؟ it down in a minute. فإذا هذا فعل، هذا مفعول به، وهذا حرف الجر. وانتهى عندنا هذا التمرين، ونروح إلى تمرين آخر. هنا طلاب بدنا نتكلم، هاي يا صفحة خلينا نشوفها، هاي صفحة شقد، صفحة شقد، ونشوفها ونلقى صفحة 13 page 13 تمام. page 13 هنا بدنا نتكلم عن ال how many how much. بس حبيت أذكركم شوفوا شقد سهلة، هاي كمية تمام، هنا كمية، هاي شنو؟ عدد. زين، هذا بي اس، ما طول ماكو اس فكمية، فش اقول؟ how much، ما طول ما بيها اس how much. how much food do we need to bring to the picnic، شقد نحتاج طعام ناخذه ويانا نجلبه للرحلة. زين، هاي بيها اس اي فمعدود، how many، how many apples do we need، شقد تفاح نحتاج، هاي بيها اس اي فمعدود. how many meals do you eat a day، كم وجبة تاكل باليوم، تمام. زين، نشوف النقطة الرابعة، هنا بيها اس لا، ف how much، how much sleep did you get last night، اذا ما بيها اس، قد نمت البارحة. هنا بيها اس لا، how much exercise does he take a week، الرياضة قد يلعب يعني بالاسبوع، فما طول ما بيها اس how much. بقى النقطة الثامنة hours بيها اس، فتصير how many، حتى لو ما عندك معنى فدا احللك اياها بدون معنى طلاب، صارت كلش سهله. how many hours sleep، ساعات النوم، اذا تنتبه هنا sleep much، هنا hours sleep ساعات النوم، فصارت many did you get the night before، تمام. والنقطه السابعه والثامنه مهمات، رجاء طلاب انتبهوها، انتبهوا لها، يعني هنا ما بيها اس، هنا بيها اس، ما بيها اس much، بيها اس many، نفس الكلمة بس الأس غيرت كل شيء. فهنا how much time did you spend on your homework، إيش قد طولت بالhomework مالتك. وهنا how many times أو كم مرة بالأسبوع، فصارت معدود، do you wash your hair، تغسل شعرك. ونروح على التمرين اللي وراء بعدها بنفس الصفحة. فهنا طلاب إذا تنتبهون هنا few عدد، few عدد، little كمية. زين، هنا بيها اس لا، ما بيها اس، لكن هذا يصيحوا له جمع شاذ، تذكرون طلاب قلت لكم اكو كلمات لازم نحفظها، شنو هي؟ people، children، mice، feet، teeth الى اخره، هاي ما بيهن اس لكن يعتبرن معدوده. فهنا there were only few people at the party. لو نفرض طلاب انه بهذا التمرين، يعني هاي جمله جاب لك اياها تحديدا، قايل لك few، يعني انطاك اختيارات لو many، few لو many. زين، واحد يصفن قال لي استاذ هن اثنينات راهمات، شلون؟ تذكر من قلت لك اذا اجى معدود ذني اثنينات راهمات، نشوف اذا مثبت اختار العدد الاقل، اذا نفي العدد الاكثر، تمام. فهنا الجواب few، many ما تصير. نروح نشوف number 2 I've got work bs، لا استاذ ما bs، فشنو allow to finish، so can you wait a minute، اكو هواية شغل اخلصه، تقدر تنتظرني لحظة. زين، you will have to wait، بما انه bs ف few، تنتظرني دقيقة مو لحظة، yeah you will have to wait a few minutes، فبما انه هنا bs فالجواب few، اوكي تنتظرني عدة دقائق. زين، number 4 there only but orange juice، عصير البرتقال، يعني كمية، فشنو الجواب؟ a little left in the bottle، هنالك القليل من العصير في البطل، تمام. ونروح نشوف النقطة الخامسة
طلاب النقطة الخامسة هنا ماكو اجي شيء وراها، فلازم نعتمد على شنو بدك تحكي، بما انه ماني كمية وهنا ماتش هاو ماتش كمية، فهنا الجواب ألول. واحد قال لي استاذ لو جايب ألول ماتش ايش اختار؟ بما انه مثبتة فهاي لازم اختار، اخاف يجيب لكم هيك فقرة. زين I've met her بما انه بيها اس a few times قابلتها عدة مرات. ونروح نشوف النقطة السابعة. Put your case in the car. حط حقيبتك بالسيارة. There is still فراغ space. BHS لا. فهاي كمية. فالله. زين؟ يعني حط حقيبتك. طبعا كلمة case ممكن تجي حالة أو قضية. لكن هذا يقول حط الجنطة بالسيارة. ما يزال أكو شنو فراغ قليل يعني متروك. لو جاية مثلا ألول وماتش. إش نختار بما أنه مثبت فما يصير ماتش. ألول. زين؟ We need more orange. طلاب واحد قال استاذ اعتمد عليها خاف تجيكم more قبل الاسم فهي المور ما عليكم بيها. Orange يعني بيها S فهنا a few. وخلص هذا التمرين ايضا تمام. خلص هذا التمرين ايضا طلاب. راح نشوف هنا هذا التمرين ده يتكلم على used to. وقلت لك used to بثلاث حالات. مثبت نفي استفهام. شلون اعرف؟ طلاب أعرف إذا أكو علامة استفهام هي استفهامية، إذا أكو نوت يعني نفي، وإذا ما أكو نوت شنو يعني مثبتة. ونشوف الجملة الأولى. بما أنه هنا علامة استفهام، بما أنه علامة استفهام فتصير Did you use to watch؟ هنا عندنا you watch. Did you use to watch؟ زين النقطة الثانية بما أنه انتهت بنقطة فصارت use to do. زين بما أنه هنا not فتصير didn't use to sit. زين بما انه هنا علامة استفهام what did you use to do. بما انه هنا مثبت فهنا تصير used to help مثبتة. بما انه هنا استفهامية فتصير how did you use to have. كلش سهل طلاب كلش سهل فوق ما تتصورون، بس مجرد أطبق بعض الأمور. النقطة السادسة بما أنه هنا استفهام قلنا how did يمكن حليناها how did you use to have. النقطة السابعة انتهت شنو بنقطة فهنا صير we used to play. We used to play. كلمة درامز طبل سينج يغني دانس يرقص. هنا انتهت بنقطة families used to have real conversation these days. هنا بما أنه علامة استفهام هدى did you use to go did you use to go out with your friend. بما أنه هنا انتهت بنقطة فهنا used to go. Okay. بما أنه هنا انتهت بنقطة all we used to come. زين. بما أنه هنا نقطة هنا used to talk. زين. هنا could not نفي فتصير we didn't use to شنو to walk. ونروح وياكم إلى تمرين آخر. هذا التمرين موجود صفحة 21 وهنا ده يتكلم أيضا عن الماتش والمنيو فيو ألول تمام. فإذا تنتبهون طلاب هنا هذا موجود طبعا بتيست يور سيلف طلاب انتبهوا لي. راح نشوف إنه الماتش والألول مع الكمية والفيو والمني مع المعدود تمام. فنروح نشوف هنا ماتش شنو هنا طبعا كمية لأنه ما بيها عفوا تايم ما بيها اس فش تعتبر؟ تعتبر كمية. أكرر ما بيها S فتعتبر كمية. فش نختار؟ بما أنه نفي فنختار الكمية الأكثر. Much time. Then hurry up. استعجل. There isn't much time before the bus leave. ماكو وقت هواي قبل ما يغادر الباص. زين. Can you lend me? بما أنه money وعندك وجود حرف A فmoney كمية فألل. تقدر تقرضني بعض الفلوس؟ نسيت محفظتي بالبيت. ونروح نشوف اللي بعدها. نشوف اللي بعدها.
Number three. هنا باعوا. هنا times به S. فهو many times. مو واحد يقول لي few. ما يصير نقول هي أداة سؤال. How many? How many times do I have to tell you my phone number? كم مرة أني أخبرك على رقم التليفون مالتي? Why can't you remember it? ليش ما تتذكره? باو. النقطة الرابعة. We need A. بما أنه A فإما few أو a little. بما أن عندنا more fruit. المور ما تشتغل عليه. تشتغل على الفروت. هاي تعتبر كمية. ما بيها S. فهنا الجواب شنو? A little. More fruit to take on the picnic. Can you buy some, please? Okay, نحتاج بعض شنو؟ الفواكه للرحلة مالتنا ناخذها ويانا. Can you تقدر تشتري لنا بعض من عندها رجاء؟ Number five. I don't think I can fit in that parking place. أنا ما أعتقد إنه أقدر أطبق بهذا المكان. There isn't much space. Much space. ماكو مساحة كافية. زي واحد قال استدلوا هنا جابوها much و a little. شو نختار بما انه نفي فmuch a little ما يصير. وانتبهوا لي للنقطة السادسة. النقطة السادسة مهمة طلاب. انتبهوا لي الى النقطة السادسة. There weren't هنا people عدد. There weren't بما انه نفي فهنا many. There weren't many people at the meeting. ماكو هواية ناس باللقاء. اني اعتقد هنا بما انه a فبعض الطلاب يقول لي روح نشوف هنا. هنا طلاب هاد فعل مساعد. ليت فعل رئيسي. early ظرف. لا يوجد اسم. فعلى شنو اعتمدنا؟ هنا طبعا الجواب few. القليل من الناس. القليل من عدهم غادر مبكرا. اعيد. ماكو هواية ناس باللقاء. انا اعتقد تماما انه القليل من عدهم غادر مبكرا. طلاب بقالنا فقط تمرين. اللي هو مال as وذان إن شاء الله أحل لكم إياه في الحلقة الجاية ويا الشرح الآخر. درس القادم مش راح يكون مخصص إلى spelling, vocabulary, كلمات تنزل في فراغ اللي هي الإسقاطات. ألتقي بكم بدرس جاي في الأربعين يوم. ماذا تقرأ في الأربعين يوم؟ السلام عليكم ورحمة الله.